مالكم غزالات كتيرين شو حجبالي بدي لكم فيديو من الباب. مهم يلا لبستو غدا ننزل. انا محمد موي محمد راه نزل لا عرفتو فين غدا غدا تحقوا عليا لا عاد بدي نقلب على الكوبير للاسف يعني شهر هذه بغيت الكوبير ولكن ما لقيتوش وصوتو في الدار ولكن ما عجبنيش. المهم قالوا لي شي بنات كاين في كاليفور غادي نمشي انا ومحمد هكذا نشوفو في كاليفور غير قلنا قريب لينا شويه يعني شي ربع ساعه. المهم انتم معايا هكذا شويه نبدل الجو من الدار. المهم خارجه غير بالزوز وصافي ما كنبغيش نخرج ولكن محمد ما غاديش يعرف يجيبو ليا. يلا نتلاقاو تما كاين فين العربي ماما كان حرارة من النبي كيزي عبر لي عبر لي حارة وشي خصني نتنا برا وصلنا احنا كاريفور فين هو الكومير وحدة جاية منها وش على الكومير محمد مضروب على السكر مغزالات صافي هنا كما شفتوا دخلتوا الكارفور انا كنقلب على كومير وحمد كيقلب على داكشي ديال كلينيكس والسكر والرز. هنا دخلنا جهه الفران عرفتوا البنات هذا الفران سطاني غزال فيه كما كتشوف جوج البيبان. كنقول لمحمد هنا هذا هو اللي خاصني ولكن قطعت الصوت لانه للاسف كانت الاغاني يعني ممنوعين على في الفيديوهات. هاك فيه كما كتشوفوا جوج ديال الابواب غزالين قلت لمحمد اجي ناخذ فكره بالنسبه لذاك الفران عندنا اللي مسكين فما بقى محلول. البنات قبل سولوني قلت لي راه غير درت الزجاجه راه ماشي يعني ماشي ديال الطياب لانه ما لقاوش لينا الزجاجه دوك المحل المفروض خاصها تكون جوج ديال الزجاجات ولكن ما لقاوش لينا في الاخر قلنا لهم غير جيبوا لنا ديك الزجاجه المهم غير غطيو حتى من بعد يسر الله. فكما كتشوفوا هنا الفران يعني اشكال وانواع وكل واحد والميزه ديالو. وحاجه اخرى بغيت نقول للبنات بزاف في الفيديو اللي كان قبل كان قالوا لي على الكمامه كتبقاي تمسي وجهك وتمسي الكمامه راه البنات ما تخافوش عليا راه ايدي فيها فيها الشنطه ايدي فيها التليفون وايد فيها معقم جايبوا لي محمد جايب لي الكحول او الالكول اللي هو الخام راه كنرش ايدي مزيان وما كنمس الكمامه حتى كتكون ايدي مرشوشه بالكحول عاد باش كنحط ايدي على الكمامه. ما تخافوش حبيبات ديالي ربي يخليكم ليا. بصح هذه شي حاجه اللي هي يعني الواحد ما خصوش يديرها ولكن راه كنعقم ايدي عاد باش كان كنمس الكمامه ولا كنمس وجهي ولا كنمس عينيا رانا تانا فيا الوسواس بزاف خصوصا ملي كنخرج كنبقى مسمسه. يعني محمد كيقول لي بارك من الكحول بارك خنقتينا كنقول ليه اللهم الكحول ولا شي مرض. فشكرا لكم حبيبات ديالي. المهم هنا غنضرب واحد الدويره غنشوفو كنقلب على الكومير غنشوف الى لقيتو. المهم كما قلت لكم البنات هنا الجهه ديال العطار هاد كاريفور بعيد علينا بشي تقريبا 20 دقيقه يعني في الدخل انت داخل البرج موجود. فالمهم هنا كانت عندهم واحد الهريسه زوينه فاحنا جينا على حاجه وحده صراحه ما جيناش على بزاف. محمد كان خدام الليل فغير جا حليت عيني قلت لي غادي ديني نجيب الكومير ما قدرش نصبر الصراحه نكذب عليكم والله. وكما قلت لكم قبل راه صوبته ولكن ما عجبنيش للاسف. شو ها ها الناس ما لقيتش الكومير للاسف. هذا الكومير لا ويا ربي اسمح لي ما جبنا حتى شي حاجه هادشي اللي جبنا نوري لكم البنات اللي جبنا لقينا هاد الزيت اللي عار جبناه صافي جبت هذيك الورقه ديال هذه هي اللي كنجيب
ورقه ديال بحال ورقه ديال البسطيله. محمد دخل لقيت واحد شويه الهريسه جبتها وخا كضرني الصراحه صافي كنت شوف المايونيز. اما الكومير ما لقيتوش للاسف، كنت بغيت ناخذ حتى مقله ديال البغرير ما لقيتهاش. هو تنمشيو للكارفور الكبير صراحه. الناس بعد ما رجعت كانوا عندي هاد الجنيوحات هادو، باش نوريكم نبرك ونوريكم. عرفتوا جيت صاد رجيت صافي ما قدرتش. المهم سمحوا لي قلب الكاميرا حيت ما لابساش. ف هنا هاد الجنيوحات بهرتهم عرفتوا دغيا، والله ما كنت باغا نشارك معكم، كيجيو غزالين ولكن ان شاء الله مره اخرى. المهم نقول لكم شنو درت فيهم. درت فيهم شويه ديال فلفل اسود، شويه ديال القزبره، شويه ديال شنو سميتو التحميره، ودرت شويه ديال الخل اولا ديروا شويه ديال الليمون حيت كيخليهم طريين، وشويه ديال الثومه صافي. وكديروا الشطه الا بغيتوا الشطه اولا الفلفل الحار كديروهم. المهم هادو يا اما ندخلهم فران اولا بحال كتقليوهم في شويه ديال الزيت صافي. وهنا عندي درت هنا كان عندي واحد الصدر ديال الدجاج، حتى هو درتو تبلتو على طريقه الشاورما. درت فيه واحد العلبه ديال الزبادي صغيره اولا ضرب مبسوس. بلاتي سخفت جميع علبه ديال الزبادي صغير اولا دار المصوص. ودرت فيه شويه ديال البهارات ديال الشاورما اولا البهارات السبع اللي كاينين في كل بلاصه، اولا كديروا غير البهارات اللي عندكم، فلفل اسود، كزبره، شويه ديال التحميره، شويه ديال المهم البهارات ديال الشاورما راه دابا موجودين في كل مكان. انا عندي البهارات السبع هي اللي درت، يكون فيها يعني خليط من البهارات. درت فيها شويه صافي، درت فيها الثومه ودرت فيها الليمون او الحامض لانه كيخليها طريه وفتيه. هادي غادا نديرها غادا نديرها بحال هكا الساندويتشات. هتدخل في التورتيلا، هتدخل في التورتيلا. ها هو شتو راه كنت صاوبتو معاكم شحال هادي، ولكن دابا جات حيت ما كاينش. غير محمد قلت لي جيبوا لي من فتح الله كاين. وغادا ندير معاه الفرماج. بالنسبه الخضار اللي غادا ندير معاه، غادا ندير معاها هي الفلفل الالوان، الفلفله الحمراء والخضراء والبصله. المهم محمد شي يجيب لي الفلفله الخضراء ما كايناش صافي. وغادا نوريكم الطريقه ان شاء الله. ودرت هنا واحد الشوربه ديال الخضر، هي شوربه ديال الخضر اللي ساهله ما كاينش ما سهل منها. يا ربي غير نشربها والله العظيم ما تنقدرش صراحه نشربها. كان عزيز عليا الشوربه ديال العدس كنشربها صافي. هادشي اللي كاين والعصير. وغادا نقلي واحد شويه البطاطا والسلطه والحمد لله. الله يجعل البركه. ما نكذبش عليكم البنات المود ديال السهر لدرجه انك يعني حتى ما تشرب بالعافيه السهر بزاف. شوفوا انا راه مخدمه خدمه الفرفاره تما شي واحد الروينه تما. غادا المهم هادشي نخلي واحد شويه دابا الخمسه، نخلي واحد شويه بين ما جاب لي محمد الفلفله الخضراء وبين ما درت البطاطا قطعتها والسلطه ان شاء الله. وغادي نرجع نشارك معكم. المهم هنا راه بالنسبه للعصير صوبو محمد مسكين، يلا غسل لما عين غسل هادشي كانوا ما من البارح صراحه غسلهم. كيخدم الليل جا الصباح غسلهم صافي. ديك الساعه باش كنا خرجنا مشينا قدينا داك الغراض نقلبوا على الكومير ما يطيناش ورجعنا. المهم هادشي اللي كنحطو فاش كيقرب، المهم فاش كيكونوا الماء مغسولين كنحط هادشي جوج بيبينتي. ما كنبغيش جبانيه كبيره ما كنبغيش جبانيه كبيره باش ما نبقاش باش ما يعني حرام ما تنقدرش نشرب بزاف. وكنحطهم هنايا باش غير صافي نحط في الطاوله هكذايا كيجيني داك الشيء ساهل بلا ما نبقى عاوتاني نرجع للخزانه ونطلعو وفين الكاس فين هذا فين الكبسي كلشي كيبقى هنا حدايا. يلا دابا غادا نقطع البطاطا والسلطه وداك الشيء ورجعت. المهم بنات هنا درت كنتسنى غير محمد يجيب لي الفلفله الصراحه حتى هو تعطل. فدرت الشاورما ديالي طيب شويه راه دغيا كيطيب صدور الدجاج. ومن بعد غادي نضيف عليهم هاد الفلفل الالوان الاحمر والخضر والبصله صافي. ويكون هذا جاهز عندنا. غادي نديروهم في داك الساندويتشات ديال التورتيلا. غادي نوريك كيفاش غادي نديرو ليهم. كنحمرهم هكذا شويه في الكريل اولا اللي عندكم داك التوستر كيجيو زوينين. عرفتو الريحة طالعة منهم زوينة البنات داك دوك البهارات راه منهم واحد الريحة غزالة. أما الشاورما قد ما خليتوها البنات في التلاجة قد ما كت يعني كت الطعم ديالها كيجي زوين. أنا خليتها تقريبا غير واحد نص ساعة صافي وزربت عليها دغيا.
كنت معوله الصراحه نجيب الكومير وندير شتو والله استخلاتها غلاتها بنت خويا قالت لي تي الناس كيتفحموا على شي حاجه يعني كبيره فكتفحم على الكومير سبحان الله معوله نجيب كومير ندير فرباج وبيض مسلوق ونفطر بيه اليوم ولكن ما كتمشي غير فين في شكل الله. المهم بالنسبه لهذيك الشوربه ديال الخضر غندير فيها شويه الشعريه صافي راه طاب ودوك الخضر راه في جاو الباب. بالنسبه لداك الماء ديالها اللي كديروا فيه الخضر كتكون يا اما شوربه ديال الدجاج يعني الدجاج مسلوق يكون نقي مزيان يكون هكذا ما فيهش ديك الزفاره يا اما اللحم يا اما ديروا دوك المكعبات. انا هنا درت دوك الهياكل بحال هياكل ديال الستر ديال هاد الدجاج هذا اللي حيدت منه هذوك هما اللي درت تما كاينه باش كيعطيك واحد النسمه زوينه في هاد الشوربه. وصافي هنا درت كما قلت لكم الشعريه خلى غير واحد الدقيقه ربعي كتبقاش تكون فعله كيما دوك كما قلت لكم راه دغيا كيطيبوا. صافا المهم هنا البنات غادا ندير البصله باش تبل معاها شويه ما جا السي محمد يجيب لينا الفلفل الخضراء واقيلا هذا غنديرو بلا فلفل خضراء تا هو. المهم البنات هنا كما كتشوفوا صافي ضفت الخضار جا محمد جاب الفلفله ضفت الفلفل الاحمر والاخضر وفي الاول حنا كنا ضايفين البهارات وضايفين الثوم وكل حاجه. المهم بغيتوا تزيدوا شي اضافات ديروا المشروم ديروا بغيتوا ديروا المهم ديك الخضر اللي كتعجبكم ضيفوها في اي حاجه فيه راه زوينه وصحيه. صافي كتبقى هكذا تحركيها يعني حتى كدبل شويه يعني ما بغيناش حنا تدبل بزاف لانه كتمشي ديك الفائده ديال الخضر ملي كدبل. وكنزيد في الاخير البقدونس اولا المعدنوس كنزيدو في الاخير باش كيعطي واحد الطعم زوين ماشي نديروه معاه من الاول لان الفوائد ديالو كتمشي فكنزيدو حتى الاخر بحال شكل شاورما اللي كنشريو من برا. وبهذه الطريقه كتكون جاهزه عندنا وصدور ديال الفراخ راه كطيب بسرعه ما كتطولش هذه اسرع اكله ممكن تعمليهم كنديروها غير بوحدها وجد منها شويه ديال البطاطس والسلطه والعصير فيها الكفايه. هنا البنات بغينا نسخن شيخي باش هو شيخي دافع هو كندير ليه اكل بوحدو تقريبا غير الشوربات بحال هكا ديال العدس وهذا الشيء بحال الملوخيه ديالهم مع الرز وداك الشيء لانه تسنانو كيضروه شويه غادي نسخن ليه باش ياكل هو الاول. بالنسبه للطريقه ديال اللي كنصوب بها الخبز تورتيلا اولا ساندويتش ديالنا كما كتشوفوا كتجيبوا الخبز ديالكم كديروا الكاتشوب المايونيز اولا التوميه الا بغيتوا ديروها صافي كديروا الجبنه الموزريلا اولا الجبنه الشيدر وكديروا الدجاج اولا الشاورما اللي حنا صوبناها مع الخضر صافي وكديروا فوق منها شويه ديال الموزريلا وكتسدوها كتحطوها في الجريل. انا عندي الجريل غندير غير الجريل اولا كديروا ديك ديال التوستر اللي عندكم ديال التوستر صافي كتضغطوا على شويه حتى كتشد في راسها وهكذا كتبقاو مكملين بهذه الطريقه. طريقه جد سهله ما فيهاش بزاف ديال يعني ديال الخدمه كتصلح الوليده تصلح حتى الخدمه تصلح الكوتي حتى هو ولا العشاء الغداء يعني المهم هذه كتعتبر كوجبه صيفيه هكذا. يعني بغيت نقول لكم غسلح حتى خرجت ولكن دابا ما كاين خروج يعني غير في الدار فنبرعوا راسنا هكذا في الدار صراحه نديروا هذا الشيء نبركوا في البلكونه هكذا الا عندكم بلكونه اولا عندكم جريده اولا اما برا راه ما كاين خروج. المهم الحمد لله نعديو هكذا باش ما كاين وهذا الشيء اللي كاين يعني هادو راه هاد شنو سميتهم هاد التورتيلات هادو كيتباعوا صراحه غاليين برا وكما كتعرفوا حاجه ديال الدار راه نقيه يعني ماشي بحال برا. فصافي كما قلت لكم كنبقى مكمله هكذا كندير داك شويه الجبنه من الفوق باش هذاك الطرف الفوقاني ديال التورتيلا يشد حتى هو يعني يشد من تحت ويشد من الفوق وصافي كنديرهم في الجريل بهذا الشكل. وفي الجهه الثانيه راه دايره دوك الجوانح كيطيبوا بغيتو ديروهم في الفران ديروهم بغيتو تقليوهم قليوهم. وهذا هو الشكل ديال التورتيلا ديالي ولا ديال الساندويتشات كتقطعوهم هكذا على النص صافي كتحطوهم في واحد الطبق ومعاهم البطاطس اولا معاهم غير السلطه والعصير راه وجبه متكامله وجبه هكذا صيفيه وغزاله وخفيفه البنات والله ما تشبعوش منها.
صافي البنات، وهذه هي الطبيله ديالنا، دوك لي ساندويتش وشوربه ديال الخضار واجنحه ديال الدجاج، بطاطس مقليه وجرجير، شويه ديال الجرجير هكذا خضر، حتى هو زوين وصحي. زيتون، مخللات، المهم المايونيز، الكاتشب، داكشي انا كنحطو لمحمد، وانما ما كناكلوش خضر لانه فيه المايونيز كما كنعرفوا راه فيه بيض ما طايبش. صافي هادشي اللي كاين، كنتمنى تجربوا صراحه هاد الوصفات لانهم جد ساهلين وسريعين، وصلكتو زرباني. خليوهم عندكم دائما احتياطي يعني في الفريزر، فك يعني هكذا ملي ما يكونش عندكم الوقت او لا تكونوا مليتوا من الطياب، صراحه راه اكيد كل شيء من الطياب ومن الطبيخ كما كنقولوا، فكديرهم الوليدات سريعين كياخذوش الوقت. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف عليكم، كنتمنى يكون عجبكم، كنتمنى تكونوا هكذا استفدتوا منه ولو شي وصفه واحده، فائده واحده. وما تنساوش يعجبكم الفيديو، تخلوا لي اللايك ديالكم، التعاليق ديالكم الزوينه، الدعوات ديالكم مازال محتاجه الدعوات ديالكم، وتشتركوا في القناه الى ما مشتركينش فيها باش دائما هكذا تبقاو تشوفوا الفيديوهات ديالي الجداد، وتضغطوا على الجرس. وشكرا لكم، نقول لكم مع السلامة، نشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، في امان الله.